الخان الأحمر أرض مثقلة بهموم التهجير والعزلة، سقاها الفلسطينيون صبرا وتشبثا، فبثوا فيها الحياة رغم قسوة ظروفها، قساوة لم تشفع للكيان الصهيوني حتى يتوقف عن مواصلة مسلسل الاستيطان. يواجهون اليوم قرار هدم التجمع البدوي الذي تقطنه 41 عائلة فلسطينية وتضم قرابة 180 طالبا وطالبة ينتمون إلى المدرسة الوحيدة بالمنطقة التي بنيت بالتعاون مع منظمات دولية بالطين وإطارات العجلة استناداً لقانون منع البناء الإسمنتي الذي أقرته قوة الاحتلال. الموقع الاستراتيجي الهام الذي تتواجد فيه قرية الخان الأحمر أسال لعاب الكيان الصهيوني لضمها، كونه يربط شمال وجنوب الضفة الغربية، وهي من المناطق الفلسطينية الوحيدة المتبقية في منطقة إي واحد، يقطنها مواطنون فلسطينيون هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948، فلجأوا إلى المناطق الشرقية من الضفة، واستقر بعضهم بين مدينتي القدس وأريحة في 23 تجمعا. ويقدر عدد البدو شرقي القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى لطردهم في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية.